السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبنائي وبناتي، طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي. ميعادنا النهاردة مع درس جديد من دروس الجبر الترم الثاني، حل معادلة الدرجة الأولى في نون جبريا. نون دي اللي احنا قلنا الأعداد اللي هي أولاد النسبية. احنا خدنا أصلا حل المعادلة، ده يعتبر أسهل درس بالنسبة لنا، لأن احنا خدناه في سنة خمسة وفي سنة ستة، هو تغيير بسيط خالص في سنة أولى إعدادي. الأول لو جيت قلت لك اوجد في ط، ط اللي هي الاعداد الطبيعيه، مجموعه حل المعادله 2 س ناقص 1 يساوي 3. زي ما خدنا قبل كده بنودي الواحد الاول بعكس الاشاره، هيبقى 2 س يساوي 3 زائد 1، يعني 2 س تساوي كام؟ 4. بعد كده الرقم اللي قدام الس بنقسم عليه، هنقسم هنا برضو على الاثنين، يبقى السين تساوي 2. اتاكد العدد اللي عندي ده موجود في ط ولا مش موجود. لو موجود في ط اقول مجموعه الحل تساوي الاثنين اللي عندي، لكن لو مش موجود في ط، يعني لو عدد سالب مش موجود في ط، لو كسر مش موجود في ط، يبقى ساعتها اقول فاي، مجموعه الحل ايه؟ فاي. طيب لو قلنا اوجد في صاد، صاد اللي هي الاعداد الصحيحه، مجموعة حل المعادلة 3 س زائد 2 يساوي 4. نفس الكلام اللي عملناه هنا، بس دي بالزائد بالموجب هنوديها بالسالب، يبقى 3 س تساوي 4 ناقص كام؟ خليك معايا خطوة خطوة، ما ينفعش اختصر في الخطوات. يبقى 3 س تساوي 2، هنقسم على كام؟ أيوه اللي قدام السين بنقسم عليه على طول، هنقسم هنا على 3 ونقسم هنا على 3، يعني السين طلعت ب 2 على 3. طب هل 2 على 3 دي يا اولاد موجوده جوه الاعداد الصحيحه؟ لا مش موجوده، يا موجب يا سالب، اعداد صحيحه يا صفر. يبقى هنا نقول مجموعه الحل تساوي فاي. ما ينفعش الحل المعادله دي في الاعداد الايه؟ الصحيحه. لكن ينفع ده في الاعداد النسبيه، لان الاعداد النسبيه ينفع تحط بسط وايه؟ ومقام. عشان كده احنا شغلنا النهارده في الاعداد النسبيه نفس الكلام، بس ما فيهوش حاجه اسمها فاي بقى. يعني احنا لما كنا بنقول في الاعداد الطبيعيه يا اولاد لازم يطلع 0 و1 2 3 الى ما لا نهايه. لو طلع الحل بالسالب اقول له ما ينفعش فاي. لو طلع الحل كسر اقول له ما ينفعش برضه فاي. الاعداد الصحيحه ينفع موجب وينفع سالب، لكن ما ينفعش كسر. لو طلع الحل كسر عندي زي كده عدد نسبي اقول له ما ينفعش فاي. اما في الاعداد النسبيه بقى كله هينفع عندي، سواء موجب او سالب او كسر. يعني لما اجي اقول لحضرتك كده اوجد في نون مجموعة حل، ركز بقى معايا، 3 س زائد 7 يساوي 2. أول حاجة، أيوة شاطر، خليك معايا كده خطوة بخطوة، هنودي السبعة بعكس الإشارة، يبقى 3 س تساوي 2 ناقص 7. أوعى تكتبها 7 ناقص 2، لا، اللي وديته الناحية التانية يبقى في الآخر خالص. يبقى 3 س هتساوي كام؟ 2 ناقص 7 كام؟ أيوة سالب 5. وبعدين نقسم على الثلاثة، دايما بقسم على الرقم او العدد اللي قدام السين، دول اتشالوا مع بعض، يبقى السين تساوي سالب 5 على كام يا اولاد؟ على الثلاثة. يبقى هنا مجموعة الحل نكتب الكسر اللي عندي او العدد النسبي سالب 5 على 3. مفيش حاجة اسمها فاي هنا يا اولاد، زي ما قلنا عدد سالب ماشي، صحيح سالب او صحيح موجب او صفر او كسر زي كده عدد نسبي. طب مثال تاني كده، لما اجي اقول لك 2 على 3 س ناقص 1 يساوي 5. ركز معايا عشان في كسر قدام هنا. هي نفس الفكره، ما تتخطش من الكسر. اول حاجه هنودي الواحد بالموجب الناحيه الثانيه. يبقى 2 على 3 س تساوي، ايوه قول معايا، 5 زائد 1. يبقى 2 على 3 س تساوي 5 زائد 1 كام؟ ايوه 6. طب استنى بقى، انا عايز اخلص من الكسر ده. احنا قلنا اي حاجه لازقه في السين، يعني مضروبه في السين، بنوديها بالقسمه. يعني ايه؟ يعني عشان اجيب السين هنا هقول 6 على الكسر ده زي ما هو 2 على 3. ممكن نقول كده 6 في، ونشقلب زي ما اتعلمنا زمان في سنه رابعه وفي سنه خمسه، 3 على ال 2. هنا على ال 2 فيها الواحد، على ال 2 فيها الثلاثه، 3 في 3 بكام؟ بتسعة. يبقى مجموعة الحل التسعة اللي طلعت عندي دي.
لا طب ايه المشكله يا استاذ؟ ايه الفرق بينه وبين المعادله اللي خدناها في 5 ابتدائي وفي 6 ابتدائي؟ مفيش فرق، بس الفرق هنا بس الوحيد ان اي حاجه هتنفع معايا موجب او سالب او كسر هينفع معايا. طب خلي بالك من حاجه مهمه جدا بقى، ممكن يدي لك مساله كلاميه انا اكون منها معادله بعد كده احلها. وركز معايا بقى في المساله، ما يجي يقول لي ايه بقى؟ ثلاثه اعداد طبيعيه متتاليه مجموعها 15. اوجد الاعداد دي. انا ولا اعرف العدد الاول ولا الثاني ولا الثالث، بس خلي بالك الاعداد طبيعيه متتاليه. متتاليه يعني ايه؟ يعني مثلا 2 3 4 5 كده، كل مره بزود واحد ورا بعض على طول، انا ما اعرفش اي عدد فيهم. طب هنعمل ايه يا استاذ؟ هنفرض ان الاعداد اللي عندي، ركز معايا بقى في الكلام، لو اول عدد مثلا سميناه س، انا ما اعرفوش اصلا سميته س، طب العدد اللي بعده هتقول لي هزود عليه واحد، هيبقى ايه؟ ايوه س زائد واحد، زائد مفيش مشكله اهو. طب اللي بعده ها س زائد 2، يبقى س الاولاني، واللي بعده س زائد واحد، زودت واحد. طب واللي بعده هزود على دي واحد تبقى كام؟ تبقى 2. فيها مشكله ده يا جماعه؟ ركز معايا، الحته دي مهمه جدا. ده الفرض الاولاني. طيب قال لي مجموعهم كام؟ 15. يعني لو جمعت دول يطلع الناتج كام؟ 15. طب تعالى نجمعهم، س وس وس، بجمع الحدود المتشابهه زي ما خدنا في الترم الاول، س وس وس يبقى كام؟ 3 س. برافو عليك. طب نجمع الاعداد الصحيحه لوحدها اللي هي كام وكام؟ ها؟ 1 و2، مجموعهم كام يا اولاد؟ ايوه 3. الناتج يساوي كام زي ما هو قال لي؟ 15. قلت لي الحته دي عشان دي المهمه بالنسبه لنا، ازاي تكون المعادله؟ الاعداد ورا بعضها، قلت س س زائد 1 وس زائد 2 ورا بعض. قال لي مجموعهم 15، رحت جامعهم س وس وس، 3 س. 1 زائد 2 3 يساوي 15. لحد كده تمام، مفيش مشكله؟ مفهومه دي؟ طالما وصلت لدي اقدر احل المعادله زي ما بحلها هنا عادي. حل المعادله مفيش مشكله، هنودي ده بالسالب الناحيه الثانيه، يبقى 3 س تساوي 15 ها ناقص 3، يعني 3 س هيساوي كام يا ولاد؟ 12. وبعدين ايوه انا سامع واحد بيقول لي هنقسم على الثلاثه اللي قدام، شاطر برافو عليك، نقسم دي شايف مع بعضها كده، هنقسم هنا على الثلاثه، يبقى س تساوي كام؟ 12 على الثلاثه فيها الايه؟ الا 4. الس ده العدد الاولاني، لما يكون اول عدد 4 يبقى اللي بعديه كام؟ ايوه 5، واللي بعديه كام؟ ايوه تمام. يعني الاعداد بتاعتنا هنا 4 و5 و6. في المساله الكلاميه ما اقولش مجموعه حل، وبيقول لي اوجد الاعداد دي، قلت له الاعداد. طب واحد شاطر يقول لي ازاي اتاكد ان الاعداد دي مظبوطه؟ ها ايوه تمام، إيه مش قال لي مجموعهم 15؟ اجمع بقى 4 و5 و6 هيطلع الناتج كام زي ما هو قال لي؟ 15. معايا كده يا ولاد؟ طب ركز معايا في المساله دي عشان تعرف ان الرياضه متصله ببعضها، مفيش حاجه اسمها خدته في ثانيه ابتدائي وثالثه ابتدائي، انت دلوقتي فين؟ في اولى اعدادي. وتعالى بقى المساله بتقول لي مستطيل طوله يزيد عن عرضه بمقدار 3 سنتي، اسمع معايا الحته دي، ومحيطه 14 سنتي. عايز اعرف الطول كام والعرض كام؟ قال له المحيط بتاع سنه ثالثه ابتدائي كمان، وخدنا القانون في سنه رابعه، جاي لي في اولى اعدادي. ايوه مفيش حاجه اسمها كل سنه لوحدها، الرياضه ايه؟ متصله ببعضها. فركز معايا كده، اول حاجه انا عندي طول وعندي ايه؟ عرض. مين الصغير؟ ايوه العرض. هنفرض الصغير الاول العرض، هنسميه مثلا س. طيب الطول، ركز بقى معايا، قال لي بيزيد عن العرض بثلاثه، يعني هزود على العرض كام؟ 3. يعني بدل ما هو س هيبقى ايه؟ ايوه هزود، يعني زائد س زائد 3. صعبه دي كده يا ولاد؟ ركز معايا، يبقى العرض س، الطول بيزيد عنه بثلاثه، يبقى س زائد 3. طب استنى بقى، افتكر معايا قانون المحيط ايه؟ محيط المستطيل الطول ها زائد العرض الكل في 2. واحد يقول لي طب انا مش فاكر القانون، بس عارف القاعده الاساسيه للمحيط، ان محيط اي شكل مجموعة اطوال اضلاعه. اقول لك بسيطه، ركز معايا بقى عشان تشغل دماغك معايا. بص انا هرسم مستطيل صغير اهو، انا مكانك مش فاكر القانون يا سيدي،
ادي مستطيل. العرض ايه قلنا؟ ها سين. طب واللي قدامه ايه؟ شاطر، سين. طب الطول كام؟ قول معايا، سين زائد 3. طب اهو سين زائد 3، وده ايه؟ ايوه سين زائد 3. صعبه دي؟ لا سهله جدا ما فيهاش حاجه. طب مش المحيط مجموعه ولا اطلعه؟ طب تعال نجمع يا سيدي كل الكلام ده، سين وسين وسين وسين، يبقى شاطر 4 سين. طب والارقام؟ 3 زائد 3 كام؟ ايوه 6. المحيط يساوي كام زي ما هو قال لي؟ 14. الله ده سهل اهي. انا مش فاكر قانون المحيط بس شغلت دماغي ورسمت مستطيل وطلعت منه المحيط. حل المعادله؟ اسهل حاجه حل المعادله، انا مشكلتي بس ان انا اكون الحته دي. طب حل معايا كده، هنودي ده بالايه؟ ايوه 4 س تساوي 14 ناقص 6، يعني 4 س تساوي كام؟ ايوه 8. هنقسم على كام؟ لا انا سامع حد يقول 2، لا اللي قدام السين كام؟ 4. هنقسم على الاربعه دي اتشالت، ونقسم هنا على الاربعه، يبقى السين ب 2. طب ركز بقى معايا، السين ده اللي هو مين؟ اللي هو العرض. لما يكون العرض 2 يعني دي كده اهي، حط مكانها 2 واللي قدامها 2، فيها مشكله؟ لا مفيش. طب السين دي كمان ب 2، يبقى دي على بعضها كام يا اولاد؟ 2 زائد 3 5. طب وهنا 2، اي سين ب 2؟ يبقى العرض 2 والطول كام على بعضه؟ يبقى العرض 2 سم والطول 5 سم. طب عايز اتاكد، اروح جاي على جنب كده، اروح عامل مستطيل صغير كده، ادي 2 وادي 2 وادي 5 وادي 5، اجمع كل دول هيطلع مجموعهم كام؟ 14، اللي هو المحيط الايه؟ اللي قايل لي عليه. عايزين زي ما بنقول دايما يا جماعه في الرياضه، الرياضه مش ماده كلام، الرياضه ماده تطبيق. لو انت حليت المسائل دي بس، مسكت مساله مساله وحلتها في ورقه خارجيه وشفت الحل زي ده ولا لا، اي مساله ثانيه هتحلها باختلاف ارقام بس. اجتهد وذاكر وشد حيلك في الرياضه عشان تفتكر اللي فات ان الرياضه مرتبطه ببعضها، واي سؤال يقف قدامك في تمارين الكتاب بعد ما تذاكر ده، خش على تمارين الكتاب المدرسي وحلها. اي سؤال يقف قدامك ابعته لنا على القناه ونرد عليك، او نطلع فيديو كده برده ثاني للدرس او الامثله في وحده كامله كده اللي واقفه قدام تلاميذنا وابنائنا ونحلها لهم ان شاء الله. ربنا يوفقكم وشد حيلكم يا اولاد، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.